انا بات السيد عبد الغفور العلولي تنطلب الله من السلطه المحليه تستويما على ولدي شكون اللي دار لي هكا شكون اللي قتلوا ليا راني تنترجى السلطه وجلاله الملك الله ينصرو يقبض لي الحق في هذا اللي دار لي ولدي هكا راني تنطلب الله تعالى يقبض لي الحق في ولدي راه الله اللي تنطلبوا السلطه العالميه ومحمد السادس الله ينصرو راه هاد المناكير ما كدينا عليهم وما كنا فيه تنطلب الله الله يقبض لي الحق الله يقبض لي الحق في السلطه المحليه يقبضوا لي الحق في ولدي يسهوا لي المنع على ولدي راه حتى ولدي ما لقيت نشوفه بعينيا الغدا لبغداد من النهار مات ليل ثلاثه الصباح الاربعه ما لقيت نشوفه نبصرو بعينيا راه الله ما ان هذا منكر راه الله اللي تنطلب يقبض لي الحق في السلطه المحليه يسهوا لي المنع على ولدي يقبضوا لي حقي الله يجازيهم يستوي من يقبضوا لي الحق لولدي الله يرحمه ويقدس عظمه في الجنه واني بغيت نعرف شكون هذا اللي دار لي ولدي هكا الله يجازيكم بخير الله يرحم الوالدين وينصر الملك الله ينصر الملك الله ينصر الحكومه فين ما كاينه تقبض لي الحق لولدي راه هذا الشيء بزاف هاد المناكير بزاف اللي تتكون وتغمر راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الله يرحم زاكوره كثروا هذا الشيء فيه كثروا هذا الشيء في زاكوره هذه الفاجعات بزاف 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 ماشي شويه الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين الله يجازيكم بخير راه هاد الشيء راه تسكت لينا في قلبنا امنا بالله واستقنا ليه امنا بالله واستقنا ليه الله يرحم الوالدين ولدي شفتو في نهار السبت في العشيه جابت معايا وضيل معايا الحج كامله وزاد صباح الاثنين فطر هنا في الدار وهزوا خوه بالموطور وصلوا للمحطه وداما شي بركه تاع التمر باش يعود ياكل تما الدري عقب بحالته الدري مشى وين ال 11 ديال الليل وتيتكلم مع الدراري تاعو على البلاد ومعاه نسيبي في العيون في الحداده تيهضر معاه ال 11 ونص وقال لي هذا وقت النعاس سي عبد الغفور تيتنعس ها الوحده ناض السيد لقى سمو لقى السيد طيشنخر طيح طيشنخر في الدار هذا الشيء راه بزاف الله يرحم الوالدين ذاك اللي ما خصو يبين لنا الحق ديالنا الله يجازيكم بخير الله يجازيكم بخير هذاك اللي كان معاه باقي ما عطاش يقول كاع الله يرحم الوالدين باقي ما وصلنا عليه والو باقي ما وصلتنا حتى شي حاجه من السلطه الله يرحم الوالدين